يعني قوم لوط حين يعني بدأوا بهذه الفاحشة، هذه الفاحشة في البداية لم تكن هي معلنة ولم تكن هي قانونا، لكن بمرور الزمن قد استساغوها لدرجة أنهم قد جعلوها قانون مثل ما فعلت فرنسا اليوم. يعني في عصر لوط عليه السلام أصبحت المفاهيم مختلفة، أصبح الذي يعني يقف ضد اللواط أو يقف ضد هذه الزواج المثلي أو شيء، أصبحت هذه جريمة، بدليل الله سبحانه وتعالى قال أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ قال إنهم أناس يتطهرون. اليوم هذا اللاعب يريد أن يتطهر ويريد أن يقف ضد هذا الشذوذ الجنسي الذي لا يرضاه، لا ترتضيه حتى كثير من الحيوانات، وتقام عليه الدنيا ولا تقعد، بل هناك يعني تقام، يريدون أن يحاكموه.